Linux file screen. Linux file screen هي عبارة عن device used to convert X-ray to light. يعني منتهى صدر بألواح من طويل، دي عبارة عن حاجة بنستخدمها جوه الكاسيت علشان تحول الأشعة العادية من X-ray إلى light. قبل ما ندخل في التفاصيل بمنتهى البساطة كده، احنا بنقول الأفلام بتاعتنا بتكون حساسة للضوء أكتر ما هي حساسة للإكس راي، أكتر ما هي حساسة للأشعة العادية. يعني تأثير الصورة اللي هتعمله مثلا إكزامبل 10 فوتونات من الأشعة العادية بيقدر يعملها فوتون واحد من الضوء. إذا الفيلم حساس للضوء أكتر ما هو حساس للأشعة العادية. إذا أنا بدل ما أستخدم 10 وحدات من الأشعة العادية، ما نستخدم واحدة من الأشعة العادية وأحولها إلى ضوء، وطالما الفيلم حساس للضوء يبقى التأثير بتاع الأشعة هيتضخم بتحويلها إلى ضوء. دي فكرة الليز فاين سكرين اللي ماسكين الموبايلات بيلعبوا فيها. الفيلم بتعمل إيه؟ الغاز في الموبايل؟ طيب، إذا فكرة الليز فاين سكرين ببساطة إنها عبارة عن الأداة اللي إحنا بنستخدمها عشان تحول الإكس راي إلى لايت إلى ضوء، والفيلم حساس للضوء أكتر. إذا أنا كده بقوي التأثير بتاع الأشعة. طيب، برنسبل فور فكرة العمل. فكرة العمل بتاع الليز فاين سكرين بتعتمد على فكرة ظاهرة الفلوريسنس، ظاهرة الفلوريسنس أو الوميض الذاتي. إيه هو الوميض الذاتي؟ هو عبارة عن إن المادة لها القدرة إنها تمتص طاقة ضوئية أو طاقة أخرى وتبثها في شكل ضوء. يعني هي بتمص الضوء وتبث تاني، او بتحول الماده من اكس راي مثلا الى لايت. الامبورتنس ايه اهميتها؟ الاكس راي طبيعتها از نوت فيزبل، مش مرئيه، لكن لما بستخدم الليز فاين سكرين بحول الاكس راي دي الى لايت. يعني والفيلم اكتر زي ما قلنا حساس لللايت، يعني بعمل ماجنيفيكيشن انسفاي، بقوي التأثير بتاع الأشعة العادية على الفيلم بتاعي. طيب، ده شكل الكاسيت زي ما انتم شايفين، واللوحة البيضاء اللي انتم اكيد شفتوها أثناء الشغل على الناحيتين هي دي الانسفاي سكرين أو الألواح القوية، مش مجرد حتة بلاستيك أو حتة لوحة محطوطة في الكاسيت وخلاص. طيب، الانسفاي سكرين زي ما قلنا لما بتحول الإكس راي إلى لايت، إيه اللي بيحصل؟ ده بيديني بيتر ايمج اند ليس تروث، يعني بيحسن كفاءة الصورة وبيقلل من كمية الأشعة اللي أنا عاوزها علشان أصور فيلم معين. يعني أنا لو بصور مثلا شفت إكس راي على فيلم من غير فاين سكرين ممكن أحتاج إلى 100 أو 120 كيلو فولت مثلا، ممكن أحتاج إلى 30 ملي أمبير. لكن لما بستخدم الفاين سكرين لا، ده أنا ممكن يا دوبك بعوز 60 70 كيلو فولت مع 10 ملي أمبير سكند. إذا إيه اللي حصل؟ وكمان الصورة بكواليتي أفضل. إذا اللي حصل إن أنا قويت التأثير بتاع الأشعة، حسنت الصورة، واستخدمت كمية إكس راي أقل. طيب، إيه نتائج ذلك؟ الأول الليز فاين سكرين بتكون على حسب نوع الفيلم المستخدم. إحنا قلنا في أنواع الأفلام، في أفلام مطلية بالمادة الحساسة على الناحيتين، يبقى ده هستخدم معاه الليز فاين سكرين على الناحيتين. وفي أفلام زي المونوجرافي بيكون فيها زي الفيلم على الشاشة بيكون في المادة الحساسة على ناحية واحدة، ملهاش لازمة ان انا استخدم الليز فاين سكرين على الناحية التانية. فانا بستخدم الليز فاين سكرين واحدة على الجانب اللي فيه المادة الحساسة زي افلام الماموجرافي. وفي افلام بتكون مطلوب انها تتصور بالاكس راي بس، دي مش بستخدم معاها الليز فاين سكرين. لكن المعتاد في اغلب الشغل بتاعنا ان الكاسيت بيكون فيه اثنين الليز فاين سكرين على الناحيتين، الواحدة مطولة على الناحيتين. في القرآن الكريم احنا بنلاقي فيه ظاهرة الفلوريسنس موصوفة في الآية بتاعت كان زيتها يضيء ونار تمتسح نار نور على النار. ربنا سبحانه وتعالى كان بيوصف المثل نور بالمشكاة فيها مصباح ومصباح في الزجاجة وتطلع بشيء مباركة زيتونة. زيت الزيتون من المواد اللي ليها خاصية الوميض الذاتي اللي هي الفلوريسنس. فدي من الحاجات المذكورة من ضمن الآيات، يعني إن زيت الزيتون ليه خاصية الوميض إن هو يكاد يضيء وهو بيمتص الضوء وبيشع تاني. دي بالصدفة قابلتني أثناء أيام دراسة الماجستير في الجزء الأول في الفيزياء، فكانت يعني ملحوظة كده من ضمن. طيب، الصورة بتاعت الإكس راي، الصورة
الايمج اللي احنا بنكونها 95% منها بيتكون من خلال اللايت، خلال الضوء اللي طالع من الالواح المقويه، و5% فقط منها بيكون من الاكس راي. يعني اغلب الصوره المتكونه عندي بتكون من خلال الالواح المقويه. شباب عامه احنا ان شاء الله واحده نكون بادئين، يعني ما تاخروش، انا بكون بادئ محاضره قبلكم فمش هتاخر بعد كده على واحده ان شاء الله، يعني واحده نكون بادئين نكون جاهزين. اذا اللي بيحصل عندي ان لما بتسقط الضوء بالشكل ده على الالواح المقويه بتحولها الى ضوء، يعني بتعمل ماجنيفيكيشن او تقويه للتاثير بتاعها على الفيلم. طيب ده اللي بيحصل في ارض الواقع، ده كاسيت احنا حطيناه وضلمنا الدنيا، اول ما نشغل الاكس راي هتشوفوا زي ما انتم شايفين الكاسيت نور، هو ده اللي بيحصل اهي. هتعاد تاني اهو، ضلم الدنيا، داس على الام، بدا اللايت اهو في لحظه الام الاكس راي، شايفين الكاسيت نور ازاي؟ لو الجهاز عندكم بيدي اكس راي جربوها يعني. فده اللي بيحصل بالظبط اللي انتم شفتوه بعينيكم، بتسقط الاكس راي على الانسفاين سكرين وبتديني الضوء ده اللي هو عاطي على ضوء اخضر شويه او ازرق حسب نوع الانسفاين سكرين. ايه ميزات استخدامها؟ من غير ما نحفظ ومن غير ما نبص على الشاشه. انا دلوقتي عندي فيلم عاوز اعمله بكميه معينه من الاشعه. لما استخدمت الانسفاين سكرين اديتني صوره افضل. رقم واحد انها بتحسن جوده الصوره. رقم اثنين هي حولت لي الاكس راي الى لايت، واللايت تاثيره اكبر، اذا احتجت لجرعه اقل من الاشعه العاديه. طب انا لما عاوز جرعه اقل من الاشعه العاديه ده ميزته ايه؟ على الجهاز وعلى عيالي. على الجهاز هيطول عمر الانبوبه، انا كل ما بحرق في الانبوبه وبدي عوامل اكتر وبدي اقول انا بحرق في الانبوبه بتاعتي، صح؟ لكن لما ادي عوامل اقل انا بحافظ على الجهاز بتاعي وعلى الانبوبه بتاعتي. العيان اللي بيتعرض للعوامل دي لما انا بديله جرعه اقل مش كميه الهازردز او السايد افكتس او الاضرار اللي هتحصل له هتكون اقل، اذا ده بيديني لو هازردز على البيشن. كل ده بيحسن الصوره. اذا رقم واحد انه بيدي ليس دوز في اكس راي اند شورتر تايم. لو انا محتاج اصور الصوره في 3 ثواني وكميه اشعه كبيره، لا ده هو تك ثانيه والدوز اقل. الدوز الاقل ده هتعمل ايه؟ ليس هارم فور ذا بيشن، اقل اضرار طبعا. لونجر لايف تيوب، العمر الافتراضي الانبوبه بتاعتي هيطول لان انا استخدمت جرعات اقل، وبيتمكنني ان انا استخدم اجهزه صغيره. يعني زمان البورتابل ده ما كانش ينفع يصور